أنا 56 عام وأنا ساكنة في هذا المحل، أنا وليداتي وراجلي وكلش ساكنة هنايا، وعندي محل باش كنترزق الله. طاحت الدار في 2011 ما قالوا لنا والو، 2013 ما قالوا لنا حتى حاجة، مالين الدار كيجيو ياخذوا الكرة وكيمشيو، حنا كنخرجوا حنا ولاد الدرب هما اللي كيعاونوا وكنخرجوا خطأ كلشي، حتى واحد ما كيعطيو. جات دابا مؤخرا في العيد الكبير جات ختم خذات فلوسها، قالت كان بغيت تعرف فلوسي وحيحات عليا في الحانوت، قالت لي انا رسلك هادشي كامل، خذت فلوس عند مول الحانوت وخلصت حقاش ما عنديش في هاد الكوفيد. ضرينا؟ لا ماشي انا اللي ضريت، جميع امة سيدنا محمد ضرات، لا في كراها ولا في ماها ولا في مصروفها ولا في كلشي باي حاجه، والحمد لله وصبرنا. الناس عيا اللي يعطي ما عيا اللي يشد، وانا تنطلب الله ومن سيدنا يزيد في عمره وفي مداده وفي هاد السلطه اللي واقفه مع الناس كاملين، ما تخلي حتى واحد مشرد يوقف معانا. حقاش 32 انا دابا انا كندير، والمحل اللي عندي باش كنترزق الله راه ما عندي، وفك ما غادي نحل هذا الحانوت وتعطيني يعطيني مخزن نحلو، غادي يجيو يحيحوا لي على كرام. هاد الناس كيبغيو على كرام، كيبغيو حتى شي حاجه، وكنطلب الله الله يجعل ربي سيدنا يزيد في عمره ويزيد في مدادو ويعاون هاد السلطات اللي واقفين مع الناس ويعاون هاد الناس كاملين اللي مشردين. كما كتشوفوا دابا هاد الدار كتريب، هاد الدار خاصها تريب دابا من هنا قبل بعامين، كون ما جات هاد الشق كاع ما كنا غنعرفوا لافوت ديال هاد الدار. هاد الدار ساكنه فيها واحد المراه عندها ثلاثه الوليدات، ماشي ساهل دابا تربي ثلاثه الوليدات بوحدك، جوج بنيات وولد، وكلهم تبارك الله كبار. ما علينا خويا، هاد السيده عندها واحد الدار كاع الناس كيعرفوا بانها كتبيع المسمان كتبيع ما قسمه والله باش تصور نهارها. وسيدي يلاه خرج جاو على المودبه بثلاث ايام كرات ب 32 بزاف على ما عندهاش مين تجيبها. الا بغات تحط على طابله برا الناس غيجريو عليها يقولوا لها حيدي من قدامنا. السيده كتبسورها بهذا المحل، لو كنشوف اخويا شاد الدار اللي حداها حتى هي راه بحالها، راه كانوا اللي دخلتوا دابا راه غتشوفوا شحال من عمود ديالها باش واقفه، راه بزاف اخويا. الا جينا نشطر خاصنا المالك، نشدوا المالك باش يشوف بحال هاد الناس، حيت الا مشينا شردنا بحال هاد الناس وكاينين الناس مشردين هاد المغرب غيولي سميتو المغرب المتشرد، راه بزاف الخوت راه هادل، راه ما كايناش على هاد المره، راه كاينين بزاف بحال هاد الناس. الا جينا نضربوا دوره بدرب كبير، حنا شفنا شنو طار بحال محمد، الا ضربنا دوره بدرب كبير غنتخلعوا راه بزاف، غلقوا ما عرفتش شي 10 ديور اللي مزيانين، ماشي تبقى كلشي خاصو يطيح على بنادم. اخويا كون ما زربوش دابا هاد الدار هادي كتقتل بزاف ديال الناس، من المدنيين كيدوزوا يوميا محدا هاد الطريق الرئيسيه ديال المحطه، اي واحد يقدر يدوز، دري صغير دري كبير بزاف الناس يقدر يدوز. اذا كنديروا معايا عضوير اخويا ندخلكم لشي ديور بزاف، الناس كاع ما ساكنه، الناس عم مخبيه.